إجا وقت تقليم نباتاتنا، يعني إحنا بنقدر نقلم نباتات الزينة معظمها، خلينا نقول مش كلها، ما بدنا نعمم، بهذا الوقت من السنة. معنا شهر 12 و1 و2. اليوم إحنا بلشنا بنبتة اسمها الكونفولفولس. كونفولفولس نبتة كريبينج، زاحفة بتفتح أزرق طول الصيف، نبتة جميلة جدا، سهلة جدا، حبينا نكاثر منها لأنه إحنا محتاجين السنة الجاي كميات أكبر. فالشب عم بيعقل، هاي طريقة أحد طرق الإكثار أو إحدى طرق الإكثار اللي هي بالعقل. العقلة عادة بتكون نسبيا حسب حجم يعني شو هي النبتة. يعني هاي النبتة مثلا عرقها كتير خفيف، ما بتيجي أغلظ من هيك. في نباتات عرقها بيكون أكبر. بشكل عام إذا بدنا نشبه، بنشبه بحجم قلم الرصاص تقريبا. هلأ إحنا شو عملنا؟ قصينا، شوفوا قديش طولها، خلينا عليها شوية ورق، بس خفف ورق، رح نشيل أكتر ورق. يعني لو خلينا ورقتين بكفي. هون إحنا حاطين بمي، يعني اللي بخلصها الشب بقصها بحطها بمي. بعدين في هرمون بالسوق اسمه هرمون التجذير، هذا عشان يسرع عملية تكوين الجذور. محل ما غطسناها بالمي بنغطسها